مساء الخير وحلقة جديدة وحوار هام في مطلع شهر أكتوبر، وهو شهر عزيز على كل المصريين. من 50 سنة، نصف قرن، 73 تحديدا، تم هزيمة العدو وانتصار الجيش المصري ثأرا للهزيمة التي لحقت بنا جميعا طبعا في 67. يمكن النهاردة 50 سنة، يعني كان في ناس أطفال وفي شباب ما حضرش خالص الكلام ده، لكن اللي عايزين نذكره دايما في شهر أكتوبر إنه لا، مصر عندها عقيدة في استرداد أراضيها وكرامتها وعزتها. مصر عندها تحديات كبيرة جدا. مصر واجهت أثناء وبعد حرب 73 تحديات عظيمة كاقتصاد، كاجتماع، كبنية تحتية إلى آخره. ومصر الآن في الجمهورية الجديدة تواجه تحديات إن لم تكن مثل فهي أعظم، لأن هناك نمو سكاني كبير جدا، هناك تغيرات عالمية كبيرة جدا، هناك ثورة تكنولوجية كبيرة جدا، هناك ثورة صناعية في العالم كبيرة جدا. إذن المقارنة ما بين تحديات الحرب وما بعد الحرب بالتحديات في السلم، قد تكون تحديات السلم أكبر وأعظم. النهاردة بنتكلم على كيف غيرت حرب 73 الفكر الاستراتيجي على كافة المستويات، الفكر الاستراتيجي السياسي، الفكر الاستراتيجي الاقتصادي، الفكر الاستراتيجي أيضا الدبلوماسي بالنسبة لمصر في الإقليم. اليوم نتحدث أيضا ونحن ندخل إلى الجمهورية الجديدة إلى الفكر الاستراتيجي الذي ينبغي أن تبنى عليه الجمهورية الجديدة. هذا هو محور حوار اليوم مع ضيفي اللي بعتز به دايما، سيادة اللواء الدكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. برحب بك سيادة. أهلا بك فندم، كل سنة طيب. كل سنة وحضرتك طيب. وطبعا حضرتك، إذا كنا بنتحدث في اليومين دول عن حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز اللي بيشرفه سيادة الرئيس على مدار 3 أيام، أمس واليوم وغدا، فإحنا بنتكلم على حكاية وطن أيضا في حرب 73. تضافرت كل القوى، وحضرتك كنت نقيب أيضا في عمليات الفرقة الثانية مشاة، يعني عاصرت هذه المرحلة. لك أن تطلعنا فندم عن ما معنى فكرة تغير الفكر الاستراتيجي بعد حرب 73. الفكر الاستراتيجي عموما في العالم كله اتغير بعد الحرب العالمية الثانية، ودخلت علوم الاستراتيجية في الحسابات الدول. فمثلا كان في مصطلح يمكن سيادة الرئيس بيستخدمه باستمرار، قوة الدولة الشاملة، كانش موجود قبل كده. نعم. فبقت معادلة قوة الدولة الشاملة هي الأساس اللي بحسب عليها ثلاث حاجات: يا حرب، بس كنت هدخل في حرب، أو هعمل علاقات، أبني علاقات دولية في جميع التخصصات، هعملها إزاي بتبع لقوة الدولة الشاملة، هعمل تنمية عندي في البلد بتاعتي، التخطيط الاستراتيجي للتنمية هعمله إزاي، هعمله على قوة الدولة الشاملة. من اختلف لما جت حرب أكتوبر، أنت كنت تفقد الفكر الاستراتيجي خالص، مش موجود عندك، لأن اللي قائمين على الدولة في التوقيت ده كان يمكن الزعيم عبد الناصر الله يرحمه، كان يمتلك من الكاريزما والاستراتيجية الفطرية اللي ما فيهاش حسابات. كان بياخد، ودي لم ينجو منها الا الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه كان لا ينطق عن الهوى، فكان بتسدد المسالب من عند ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده. فهنا عبد الناصر لما دخل الحرب اليمن ما كانش الفكر الاستراتيجي نتج عنده، لانه كان اركان حرب فقط، ما خدش اكاديميات ولا حاجه، فحس بالعجز ده. فراح داخل، راح داخل على طول وانشا اكاديميه ناصر للعلوم العسكريه سنه 64. من هنا بقى الجيل اللي اتربى من 64 لغايه 71 هو الجيل الذي تعلم معنى الاستراتيجيه وبدا خطط حرب اكتوبر والكلام ده كله. نعم. دخلنا ازاي في الخطط الاستراتيجيه. لما حصلت نكسه 67 كان قرار فردي، وبالتالي انشا مجلس الدفاع الوطني اللي هو في ابريل 68 اللي على اساسه هذا المجلس اللي بحط السياسه العسكريه لمصر دلوقتي. يعني كنت في نقاش في احد الندوات، فكان الناس انقسمت فريقين، فريق بيقول الحرب قرارها سياسي، وفي فريق قال الحرب قرارها عسكري. فقلت لا، الحرب قرارها
سياسي عسكري من مجلس الدفاع الوطني او المجلس الامني القومي ايهما الشغال، لان ده اللي بيبلور الفكر السياسي العسكري اللي بيطلع منه مهمه قوات المسلحه هتنفذ ايه. وطبيعي في قياده عليا، وطبيعي رئيس الجمهوريه بيقعد مع المجلس العسكري. لا هو لا ده هو رئيسه، وهو رئيسه كمان مجلس الدفاع الوطني، مجلس الدفاع الوطني هو ده رئيسه. نعم. فهو بالتالي بيبقى حوالي سياسي عسكري، في حوالي ستة مدنيين تمام، والرئيس يبقى سبعة، وفي حوالي سبعة عسكريين واللي هم القادة بتوع القوات المسلحة، وبالتالي بيبقى هنا الفكر بيبقى موجود بحيث ان كل واحد يدلو بدلو نتيجة الدراسة ويطلعوا الأحسن نتيجة هتبقى في شكل ايه. فمن هنا عشان كده الناس مثلا في مصر تقول لك ايه، القوات المسلحة أحسن مؤسسة ماشية. ما هي ماشية ليه؟ لأن عندها سياسة عسكرية محطوطة كل 10 سنين بتتعدل طبقا للموقف اللي موجود. مظبوط. احنا ما عندناش حاجة تانية غير، يمكن انا افتكر ايام الدستور ما كانت عمل، وكان في محاضرة كان الوزير عمرو موسى كان معانا، فقلت له يا ريت نعمل مجلس اقتصادي وطني على غرار مجلس قوات الدفاع الوطني. عشان يتحط السياسة الاقتصادية المصري ثابتة بتتغير طبقا المتغيرات، فيش كل مرة نطلع واحد يقول لنا كلام جديد. تمام. ما عملوش يعني، مش مهم يعني. اذا الفكر الاستراتيجي يقوم على دراسة وعلم ومعطيات وامكانيات موجودة. الامكانيات دي اللي موجودة دي قد تطورها ولا ما تقدرش تطورها يعني. مثلا هديك مثال صغير في التطوير، انت كان عندك قناة السويس، قناة السويس كانت بتجيب لك 3 مليار. التطوير في قناة السويس عظم الموقع وعظم الدخل. مزبوط. لما عملتها مزدوجة فراحت عامله لك يعني بمشروع صغير في 72. فده يندرج تحت الفكر الاستراتيجي. ده تحت الفكر الاستراتيجي والرؤية المستقبلية شكلها. ايه التحديات اللي كانت بتواجه مصر؟ نيجي بقى هنا في 67. انت انهزمت ضاع الجيش. كلمة ضاع الجيش انا بقولها لك، ضاع الجيش. طبعا. بقى عندك تحدي كبير جدا ازاي هتعيد تنظيمه. ازاي هتلمه لان كان نصه في اليمن. فهتبقى واقع في مشكلة تحدي سياسي، هتطلع من اليمن ازاي؟ فروحت مغير ورحت عملت مؤتمر الخلطوم وصالحت مع السعودية عشان تقدر تجيب الجيش بتاعك من هناك وتبدأ إعادة التنظيم مرة تانية، سواء في تنظيمات القوات المسلحة أو في التسليح أو تجهيز مسرح العمليات أو تجهيز الشعب أنه يتقبل للهزيمة ويبدأ يحضر نفسه للنصر. ومن هنا حصلت ضغوط اقتصادية رهيبة على الشعب المصري، منها إعلان اقتصاد الحرب بعد 13 سنة اقتصاد الحرب موجود في مصر. فكان الناس يعني انا فاكر كانت زي ما بنقول كده كانت الفرخه بتتوزع على 5 في الاسبوع. طب ده الناس اللي عاشت كده عشان تنتج الفكر وتنتج الاحتمال للنصر، تضحيه النصر. نعم. لما انت بتاخد يومين في الاسبوع لحمه، مش اكتر من كده. لما كنت بتلبس الكاستور الصيني اللي كان لسه مش متطور، السترة عند السره والبنطلون عند الركبه في الشتاء. ده طبعا كلام كل ده الشعب المصري تحمله. وعشان كده بقول نصر اكتوبر هو الشعب المصري البطل فيها. صحيح. لانه تحمل صحيح. كل حاجه. صحيح. طيب خليني ست اللي نطلع ممكن فاصل ونرجع نستكمل الفكر الاستراتيجي الذي كان في وقت حرب 73 وما بعدها، وايضا الفكر الاستراتيجي الذي ينبغي ان ندخل به الجمهوريه الجديده. حرب أظهرت كفاءة المقاتل المصري، مكنته من استعادة الأرض والكرامة. الأمر بالنسبة للهجوم جلبته بخط أيدي أنا، أمر أبونا وأمر عبور سوريا وأمر وحدتنا كعرب. تم التنسيق ما بين القيادة في سوريا والقيادة في مصر لساعة الصفر. الضربة الجوية تمت، 220 طيارة، جميع الأهداف بتاعت الضربة دمرت. فالرئيس قال مبروك يا أولاد، العدو فقد توازنه. بذلك تحطمت أسطورة التفوق الجوي الإسرائيلي في الساعات الأولى للحرب. أكتوبر 73، 50 عاما من العزة. الحقيقة أنا عايز برضو يعني أستعير بعض الكلمات اللي قالها سيادة الرئيس على مدار اليومين أمس واليوم داخل مؤتمر حكاية وطن
وقال احنا عايزين نشوف مصر في المكانة اللي تستحقها. صح. وقال ان مصر بتواجه تحديات ولازم نعرف يعني ايه دولة علشان كمان نعرف التحديات اللي بتواجه الدولة كم هي تحديات كبيرة. يعني قال بعض التصريحات هتكلم مع حضرتك فيها، لكن خلينا نستكمل مع حضرتك قبل الفاصل. كنت تتكلم على الفكر الاستراتيجي، ما هو ده الفكر ده انت ازاي بتبني عليه. فالنهارده انت عندك تحدي وتهديد الاتنين مع بعض جايين لك في السكه. ايه هم دول؟ انك انت لما اسرائيل عملت الدفاعات بتاعتها على القناه صعبت مشكله العبور واستعاده الارض. نعم. عبد الناصر اعلن ان لا اخذ بالقوه لا يسرد الا بالقوه، فانا احط الفكر الاستراتيجي لنفذ المبدا ده. ومن هنا بدا التخطيط، ومن هنا عشان كده بقول التخطيط كان عميق، خد سبع سنين. صحيح. ناس فاكرها من سنه ولا اتنين، لكن قرار الحرب خد سنتين. سنه 71 كان متخذ ان احنا هننفذ 73. وده بيبقى سر ما حدش بيبقى. فمن هنا التخطيط العميق ده، لان نتج عنه خطط طويله الاجل تحقق اللي انت عايزه. كان من ضمن التخطيط ده حاجه اسمها الخداع الاستراتيجي. الخداع اصلا في الحروب بيبقى ملحق مع خطه الحرب عشان احقق بيه المفاجاه او احقق بيه المبادئه. لكن خداع في حرب اكتوبر كان مختلف، عشان كده بقول هنا الفكر الاستراتيجي اختلف، ان انا بمنع العدو من انه يعبق قواته، لانه عبق قواته وجاء على القناه بنسبه 100% انا مش عندي 60% خسائر، 30% ميه و30 على الزاته، ودي تقديرات الخبراء مش تقديراتنا كمان. نعم. يعني. فبالتالي هنا الفكر الاستراتيجي بقى هنا انا عاوز اعمل خطه خداع ما خلوش يعبق قواته. جوهرها ايه؟ ان انا هعمل من الاعمال الروتينيه اللي توديني للحرب او توصلني للحرب يعتبرها العدو اعمال روتينيه عاديه ليس لها قيمه. تمام. فمنها بدانا نعمل حاجه اسمها مشروع استراتيجي تعبوي، كنا بنعمله كل سنتين، بعدين هنعمله كل سنه، وبعدين كنا بنعمله كل 6 شهور، لدرجه ان ديان جه سنه 72 وقال ان السادات بلهي شعبه وانا بخسر في التعبئه، لان كل ما بعمل المشروع هو بيعمل تعبئه. فقال انا مش هعمل تعبئه خلاص. ومن هنا ما عملش تعبئه، وكان عندنا احنا المشروع اخر مشروع كان في شهر اكتوبر وانتهى 4 اكتوبر يوم 5/4 اكتوبر، وده كان واحد من ما رجعتش الفكر الاستراتيجي وكمل. ادي فكره الخداع الاستراتيجي. لما لو انا كان في وقت كنا نتكلم كنا نقول الخطة الاستراتيجي ده من وثائق لجنه اجرانات عشان نعرف هم اتخدعوا ازاي. نعم. ولكن ده موجود يعني. لكن اللي انا عايز اقوله ان هنا الفكر ده خد كام سنه؟ خد سنين عشان يتطبق وعشان اكمل بيه. وتطور. طب نرجع لسؤالنا بقى. وتطورت هنا كمان الفكر الاستراتيجي في السياسه. طبعا طبعا. انت كنت بتوحي للناس دائما ان انا ما عنديش حرب وان انا بسعى للسلام. صحيح. وكلام زي كده، وانت كنت بتجهز مسرح العمليات. صحيح. للحرب. تمام. نرجع للتساؤل، يعني اهم التحديات اللي واجهت مصر ما بعد حرب 73، يعني انتصرنا وتمام ودخلنا في تحديات، وكان حضرتك بتقول كان منهم الجزء الاقتصادي متحول الى اقتصاد حرب، يعني الشعب كان في معاناه. صح. وايضا نضع المقارنه في التحديات في الوقت الحالي. طب هنا بنبدا بقى نقول ايه؟ اي دوله بتخش حرب وبتطلع منها حتى منتصره او مهزمه بيبدا تحط فتره استراتيجيه عشان اعاده بناء الدوله. مظبوط. ونشوف الكلام ده في الحرب العالميه الثانيه، المانيا كان شكلها ايه وبقت شكلها. صحيح. ايه؟ اليابان كان شكلها ايه وبقت شكلها ايه، وهكذا الدول يعني. فاحنا هنا النهارده خرجنا من الحرب كلفتنا جامد، وكلفتنا قبلها حرب 67 تكلفه جامده، فبالتالي كان هنا الاقتصاد المصري او العبء الاقتصاد المصري صعب جدا على الشعب. فهنا رئيس السادات ما قدرش ياخد قرار التنميه. فعمل الانفتاح الاقتصادي اتقلب انفتاح استهلاكي. فبدات انت السنين تعدي وانت عشان تعوض الناس عن اقتصاد الحرب والحرمان اللي كانوا موجودين فيه، فبدات الامور تمشي في هذا الاتجاه. دخلت في الثمانينات والتسعينات نفس الموضوع، ما عملتش اي تنميه. اخر تنميه كانت عندنا كانت ايام عبد الناصر في الستينات ووقفت بالحرب، ثم النهارده بدانا نمشي الكلام. العبء ال 30 سنه دول منهم في تخلف اقتصاد رهيب، بتشتغل بالدين وبتسدد البق اللي عايز ياكل وانتهينا على كده، لكن شكل التنميه ايه؟ شكل التقدم ايه؟ مفيش. كانت النتيجه قامت 25 يناير. والشعارات بتاعتها موجوده. والشعارات بتاعتها يعني موجوده. نفس ال 25 يناير عملت خسائر قد خسائر اتعملت في ال 30 سنه.
صحيح. لما جت السنة بتاع الإخوان حصل فيها وقوف للدولة، وقوف شلل، ما حصلش حاجة، صحيح. وقوف شلل للدولة. فجت 30 يونيو وجاء رئيس السيسي راجل دارس علوم استراتيجية كويس في أعلى المستويات، يعني أعلى دولة، أعلى كلية في العالم في التخطيط الاستراتيجي إلا كلية الدفاع الوطني في أمريكا. نعم. دارس فيها. فجاي فعمل لما الناس اختارته وبقى هو رئيس الدولة، فحط التخطيط الاستراتيجي بخور. نعم. فهاخد انا بقى فكره التخطيط الاستراتيجي من اللي اتبنى في اكتوبر شكله ايه. قعدت 7 سنين. طيب بخبره حضرتك يعني في ايه الخريطه الاستراتيجيه والفكر الاستراتيجي المفروض تبقى عليه الجمهوريه الجديده؟ ما هو النهارده هو مصطلح الجمهوريه الجديده استخدمه الرئيس، استخدمه بعد ما قطع منه 7 سنين شغل. تمام. يعني مش ما بيبداوا بالاول، قطع 7 سنين شغل. تمام. لكن انا عايز اقوله ان وانا جاي احط التخطيط الاستراتيجي بحط امكانياتي وبحط المعوقات بالنسبه لي. احنا في التخطيط الاستراتيجي بنقول ايه، في حاجه اسمها ركائز وفي حاجه اسمها محددات. الركائز كل ما هو اقدر استغله وابني عليه، اصولي يعني اللي موجوده، يعني اللي اقدر ابني عليه، ابني عليه. عندي حاجه هبني عليه. تمام. يعني مثلا عايز اطور التعليم، بطور التعليم، انا عندي مدارس وعندي مدرسين وعندي هستغلهم ازاي. طب عندي في حاجه اسمها المحددات. المحددات دي بقى ايه اللي تعوق التخطيط عندي، الدروس الخصوصيه وضعف المرتبات، ده اسمه عائق. فبدا انا احط التخطيط الاستراتيجي للبلد، هشوف ايه المرتكزات اللي فيها هقدر ابني عليها وايه المعوقات اللي هتعوقني. طيب هنا بدا التخطيط بقى يبان في عمل رؤيه 2030 ل 15 سنه، ودي كانت اول مره توضع في مصر تخطيط استراتيجي ل 15 سنه. كان قبل ذلك كانت خطط خمسيه، لكن دي الوقت بقت رؤية كاملة. الرؤية الكاملة بتقول ايه، انا عاوز اوصل لمستوى اقتصادي معين حوصله. طب هعمل ايه في خلال المراحل دي، هستغل ايه من امكانيات البلد دي. طيب لو كانت الامكانيات مش سامحة قوي فهيبدأ فيه شوية اصلاحات، مثلا الاصلاح الاقتصادي اللي تم، هل الناس هتقدر تستحمل فيه ولا تستحملش؟ طيب لو استحملت تستحمل ضرر قد ايه، من هنا تبدأ. هنا المشكلة بقى ان موقعك الاستراتيجي بيخلي اعدائك صحيين. لما يكون اعدائك صحيين مش عايزين اصحاب الموقع الاستراتيجي ده يبقى قوي، عايزين يبقى دايما ضعيف عشان مصالحهم. اديك مثال صغير، لما حصل حرب في اوكرانيا وروسيا، جالك هنا في مصر مين؟ 3 كبار جولك مره واحده، المفوضيه الاوروبيه، حلف الناتو، مساعد وزير الخارجيه الامريكيه، 6. طلبهم ايه؟ طلب واحد بس، ما تعديش روسيا من القناة. هنا لو انت دولة ضعيفة هتعمل ايه؟ او تابعة هتقول سمعا وطاعة. لكن لو انت دولة قوية هتقول ايه؟ هتقول لا، طبق الاتفاقيات الموجودة. مظبوط. اذا هنا هو عايزك قوي ولا عايزك ضعيف؟ عايزك ضعيف، فبالتالي مش هيساعدك انك انت تنمو ابدا. إذن التحديات كمان يعني أكبر من يعني عوائق اقتصادية، أكتر منك، أكتر من موضوع دولار. لا أكتر منك. ده فيه. لا ده موضوع الدولار ده حله كان بسيط. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، ده ممكن كنا بنتكلم حرم الجيل الرابع، ثالث بند فيها الحصار الاقتصادي المؤسسي الدولي على الدولة الهدف. يعني ما تجيلكش البنك الدولي يديك قرض طويل الأجل 40 سنة اللي هو اصلا منشئ عشانه، لا يديهولك على فتره قليله، لا يجيب لك صندوق النقد اللي هيحقيقي يدخل فيه الميزانيه بتاعتك الشروط والاداره. يعني. والاداره عشان كده مكروه. لكن هو المفروض اللي كان يجي لك كان يجي لك بنك الدولي لانشاء والتعمير. راح لاوكرانيا لما قامت بالثوره بتاعتها ب 120,000، صحيح، واديها 13 مليار دولار 40 سنه فتره السماح 10 سنين فايده 1%. طيب يعني برضو هنخرج لفصل تاني ونرجع نتكلم عن التحديات العظيمة. يعني خدوا بالكم احنا كشعب بنواجه طبعا تحديات كبيرة جدا في ظروفنا المعيشية، في المستوى الاقتصادي، في حاجات كتيرة، لكن الدولة نفسها ورجال الدولة بيواجهوا تحديات عظيمة أيضا لبقاء الدولة في المكانة اللي تستحقها وبالقوة التي تستحقها
فمسألة يعني كويس ان 50 سنة من العزة فعلا بنواصل، وبنواصل الترحيب ايضا بسيادة اللواء الدكتور محمد الغباري. وكنا نتكلم يعني يمكن كمان في تصريحات سيادة الرئيس في مؤتمر حكاية وطن، انه يعني التحديات اللي واجهت مصر في المرحلة اللي فاتت دي من 2011 كان ممكن لأي دولة ما تقومش على حلها بسبب يعني عظمة التحديات دي. فاللي حصل لأن احنا عملنا مشروعات قومية كبيرة، وعملنا فكر استراتيجي جديد، وعملنا خطة للتنمية للوصول إلى 2030 و2050. فيعني أنا حابب برضو أعيد نفس التساؤل سيادة اللواء حول الفكر الاستراتيجي للجمهورية الجديدة على كافة المناحي. حضرتك تكلمت على التعليم، ماذا عن الاقتصاد، ماذا عن الثقافة والقوة الناعمة، ماذا عن حركات التنوير إلى آخره؟ هو طبعا لما بنيجي نحسب التحديات، نعم، فبنشوف التحدي الداخلية والتحدي الخارجية. نعم. والتحدي هو كل ما يعطل مصلحة الدولة بالسلم، لكن التهديد كل ما يعطل مصالح الدولة بالقوة. نعم. ومن هنا حجم التحديات اللي كانت موجودة قبل حرب 67، قبل حرب 73، كان هو عدو محدد أنا هحاربه وعايز أنتصر عليه. فكان كل مشكلة توفير السلاح ورفع كفاءة القوات المسلحة عشان أقدر أعمل المعركة. تمام. فكانت المهدة محددة، جانبي منها أن الشعب يتحمل، الشعب يتحمل بالتخطيط اللي اتحط. النهارده بعد 2013 التحدي كان صعب جدا. عندك مشاكل داخليه في طابور خامس موجود او فصيل كان شاذ في الموضوع معانا. نعم. وكان معطل وكان وله تاثير في الراي كان موجود، ودول كما ذكرت لا تريد لك النهوض عموما. صحيح. وبعدين عضو رئيسي اللي هو عامل مشروع الاوسط الكبير اللي بيوقفك، واللي زرع عندك الإرهاب، اللي زرع عندك الكلام ده كله، بيدير الموضوع ده من وراء حائط يعني. فبالتالي كل دي مشاكل انت عملتها، وكمان الحرب اتغيرت يعني. انت ضف على كده المشاكل، العبء الاقتصادي بتاع 30 سنة او 40 سنة اللي فاتت. نعم. فانت النهاردة كل ده في التخطيط هتعمله ايه؟ لكن لازم يتحط تخطيط في شيء من القسوة في التنفيذ وصبر من الناس. لكن النقطة الضعف اللي انا شفتها ان احنا في الدستور بتاعنا ما كانش فيه وزير اعلام تنفيذي. مش وزير دولة، وزير اعلام تنفيذي. ليه؟ هو السيادة الرئيس كان ليه تحفظ كمان بالامس على الاعلام الحقيقة. طبعا ما هو لازم يبقى فيه كده طبعا، ولابد يبقى فيه وزير اعلام تنفيذي. ليه؟ ما دام في تخطيط استراتيجي موجود لمدة 15 سنة او اكتر، يبقى لازم يكون في وزير اعلام حقيقي مسؤول عن خطة الاعلام للموضوع ده. ازاي؟ انا النهاردة بنقعد نبذل جهد كبير عشان نفهم الناس ايه المشروعات القومية ولازمتها او حتميتها ايه. لا، هو كان من الاصل انا لما كنت هعمل مشروع زي مثلا مشروع قناة السويس، هقول وزير اعلام حقيقي ده قرار استراتيجي موجود. قرار استراتيجي في القواعد ايه؟ له خطة اعلام قبل، وخطة اعلام اثناء، وخطة اعلام بعد، عشان اقول انا بحضر الناس للموضوع انا هتحمله ازاي، وبعدين وانا بنفذه بقول الخطوات التنفيذيه بتاعته ناجحه ازاي. صحيح. وبعدين هقول بعد ما خلص العائد منه ايه. هنا ده اللي هيبقى مسؤول عنه وزير الاعلام. واحنا قبل الحوار كنت حضرتك بتذكر شيء لطيف، يعني لو احنا بندردش مع الاستاذ المصورين يعني، فبتقول لهم التطوير مش يعني ان احنا نوجد فلوس وخلاص. لا. التطوير فكر ازاي هستخدم الكلام. فده يؤيد كلام حضرتك. انه لو هناك وزيرا للاعلام تنفيذيا يضع الفكر للتطوير ويتابع التنفيذ. ما كناش احتاج مؤتمر كبير زي اللي اتعمل ده حكاية وطن. نعم. انا ببرر اللي انا عملته. عايز افهم الناس انا عملت ايه. الفلوس اللي جبتها او عملتها اشتغلت بها ازاي، المشروعات اللي عملتها كده. هي الموضوع وموضوع ومنتهى البساطة زي ما الواحد بيقولها مع لقاءات الشباب. الشباب ما يقول ليه المشروعات القومية، تقول له انت فاهم مشروع قومي يعني ايه؟ طب نقول هات يا ابن صبورة وبتاع، نجيب صبورة. وازاي في رأي حضرتك ممكن الإعلام يغير من خطاب الإعلام ويوصل، هل بغض النظر على المنصب يعني، أنا بتكلم على الفكر. لا، هو بساطة الفكرة، كن في فكرة جديد خارج الصندوق. بساطة الفكرة. زي ما بقول لك أنا هات يا ابن صبورة وتعال حط الصبورة، روح رسم له 7 وديل. 7 هي الدلتا والديل هو اني. احنا من يوم ما وعينا على التحديث ايام محمد علي كانت الارض 3 مليون فدان وكان الناس 3 مليون. فكان نسبة العالم حطتها ان الانسان لازم له يكون فدان عشان يعيش مرتاح ومبسوط.
طب النهارده الايام محمد كانت متحققه. طب ناجي ثوره 52 بقى 18 مليون على 4 مليون فدان. طب النسبه راحت فين؟ بقت بالسلب عشان الزياده السكانيه وانا محشور في فتشرح لهم ببساطه يعني فبشرح ببساطه اهي. فانت اللي عايز تعالى بقى تعالى احنا النهارده انا عايزك انت اللي تفكر نعمل ايه. فقولي لازم نطلع بره. طب هنطلع بره فين؟ هنختار اماكن تنفع للزراعه، هنختار اماكن تنفع للصناعه، هنختار اماكن تنفع للتعدين. طب انا لما هودي الناس هناك هتروح كده في طراوه ولا محتاج حاجات؟ لا محتاج حاجات، فلازم ابقى لازم اعمل له طريق ولازم اعمل له كهرباء ولازم اعمل له ميه ولازم اعمل له مدرسه. هو دول اللي بقى اسمهم المشروعات القانونيه. بعد 50 سنه وحضرتك في اخر يعني ثواني في الحلقه، بعد 50 سنه وحضرتك كنت نقيبا وعاصرت ارض المعركه، يعني النهارده ماذا تطلق على النصف قرن اللي فاتوا وانتصارات اكتوبر؟ هو مر مراحل كتيره جدا ضعف وقوه، بس انا متفائل جدا بالمرحله اللي احنا موجودين فيها انها هتنتج القوه بتاعتنا كلها ان شاء الله. ان شاء الله. سياده اللواء دكتور محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا. كل عام وحضرتك بخير وكل رجال القوات المسلحه ومصر ايضا الشعب المصري بخير. يمكن اضم صوتي الى صوت سياده اللواء ونقول ان الفكر الاستراتيجي للجمهوريه الجديده يقوم على استراتيجيات، يقوم على وضع سياسة على مش الإعلام بس، الإعلام والقوى الناعمة والثقافة هي دي المحركات الأساسية لبناء وعي الإنسان، لأنه أنت لو قدرت تبني الإنسان المصري في وعيه في وجدانه في فنه في عقله في فكره في ثقافته لأصبح قابلا للتغيير وأصبح قادرا على دخول الجمهورية الجديدة لمصر التي تستحق مكانة أعظم بكثير. احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي، وإلى اللقاء.